لازم تفكر جيد يكون ما هو مشروعك في الحياة، لازم يكون عندك مشروع. واحد لقيته قبل فترة سأل خير مهندس، سلم علي وقبلني، قال أنا أشكرك شيخ لأن سمعت لك محاضرة عن مشروعك في الحياة. هذه كانت محاضرة طويلة طبعا، ها مختصرها، وأنا بعد هذه المحاضرة تأثرت وقلت أنا مشروعي في الحياة أن أحفظ كتاب الله. أنا مهندس، لاني عالم ولاني طالب علم ولا عندي فلوس أني أسوي مشاريع، لكن مشروعي في الحياة أن أموت وكتاب الله معي في صدري. قال والله يا شيخ من ذاك اليوم وأنا بفضل الله وبشرك الآن، مر علي سنة 15 جزء أنا سكرتها حافظها، لو توفاني الله بقلبي وبصدري سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحجان عن صاحبهما، يشفعان لي عند الله يوم القيامة. هذا مشروع، أنا حققت أمنيتي وهذا مشروعي في الحياة. لذلك أنا أقول يا أخواني يجب كل إنسان منا أن يكون عنده مشروع في الحياة. هذا المشروع هو القربة الكبيرة اللي تقدمها لله بعد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أفضل عمل تقرب فيه لله سبحانه وتعالى، أداء الفرائض أفضل الأعمال، لكن يكون عندك مشروع لك بصمة. إحنا نقول هذه بصمتك باقية في الحياة، بصمتك تنفعك بعد موتك. إذا مت راح ينساك الناس، يلفونك ويحطونك في قبرك وتنسى، لكن يبقى لك مشروع في الحياة. مشروعك في الحياة إني أنشر خير، مشروعك في الحياة أحفظ كتاب الله، مشروعك في الحياة أحفظ عيال القرآن، مشروعك في الحياة أربي جيل، مشروعك في الحياة أكتب، أألف، أنصح.